الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. لكن ليس الليلة، الليلة فقط سنتبرك بالاستفتاح والكلام على أول حديث لأحمد، وبعدين إن شاء الله نتكلم عن ترجمة موسعة وشرح المسند، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق. هو الحديث الأول الذي عندي هنا في هذه النسخة التي هي نسخة مصورة، ابتدى من القطعة الأولى: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن الأسود بن قيس عن علي بن أبي طالب أنه قال الرجل عن علي بن أبي طالب أنه قال يوم الجمل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهدا به لنأخذ به في الإمارة، ولكنه شيء رأيناه من قبل أنفسنا، ثم استخلف أبو بكر رحمه الله تعالى على أبي بكر فأقام واستقام. هذا كلام علي بن أبي طالب. ثم استخلف أبو بكر فأقام واستقام، ثم استخلف عمر رحمه الله تعالى فأقام واستقام الدين بجيرانه، فعلت ذلك تبركا. وإن شاء الله يبقى الأسبوع القادم الكلام على مسند أحمد، وحد جاهز الكتاب، والكتاب محقق له أسانيد كثيرة نبينها إن شاء الله، وقبلها نبين أحمد ورحلة أحمد للطلب. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلى على ليلة الجمعة من الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وقال: أكثروا علي من الصلاة علي، فإنما صلى علي ليلة يوما صلى عشرا صلى الله بها عشرا، وهي عبادة جليلة، فأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في أسئلة تفضلوا. غدا اختبار للإخوة في المعاملات المعاصرة. ثلاثيات المسند إن شاء الله. ثلاثيات المسند، أنا أريد أعرفكم بالثلاثيات. لحظة، ستكون مقدمة يعني الترجمة الوفية للإمام أحمد، لأنه من أهل السنة والجماعة، ثم الكلام على معنى الثلاثيات، ثم الكلام بعدها على الكلام على الثلاثيات، وبعد الكلام على الثلاثيات الكلام على الأحاديث التي قد تناولها الإمام السفاريني. ما تقول شيخ إذا تزوجت لمن تبقى الحضانة إلى أمها، تنتقل إلى أمها، إذا تزوجت تنتقل الحضانة إلى أمها، كيف ندفع تلك الخواطر؟ وإذا لم تنهي ندفعها بحسن التدبر وحسن صناعة النفس لتنظر إلى معنى الآيات والتسبيح الذي هو بين هذا الجبار فيها. اللهم أمين. إن الله يدفع. الله أكبر، جزاكم الله خيرا. طيب، هنا الثلاثيات الإمام أحمد وصنيع الإمام العلم الإمام السفاريني العلامة السفاريني، الحمد لله العقيدة السفارينية من الله علينا بها وأنهانا إياها. الحمد لله الحمد رضيت، جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم. أول حديث الثلاثيات، ولتعلم ما هي الثلاثيات، هي الثلاثيات أنه بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. شوف إيش قال: حدثنا سفيان. سفيان هنا سفيان ابن عيينة الإمام أحمد. حدثنا سفيان قال: حدثني عبد الله ابن دينار سمع ابن عمر هو ثلاثة نفر نهى رسول الله عن بيع الولاء وهبته. ترجمة الرواة والكلام على فضل العلو في الإسناد، ثم شرح الحديث بإذن الله، وهذا يأتي بعد الوفاء للإمام أحمد بالكلام على ترجمته إن شاء الله في الأسبوع القادم. أخت معتادة، ولكن بعد استخدام جهاز المنع طبعا بتضطرب جدا العادة بسبب ذلك. يأتي الحيض أول يوم دم، ولكن ليس كدم الحيض، وقالت لها الطبيبة اعتبريها استحاضة وتصلي حتى ترى دم الحيض، فهل هذا شرعا دم حيض أم استحاضة؟ لو تأتيها في يوم في أيام العادة بتأتيها على غير وتيرة فهذا دم، هذا دم حيض. والأصل أن نقول في الدماء التي يلخيها الرحم هو حيض على سبيل الصحة، نعم هو حيض، إلا أن يدل الدليل على أنه ليس بحيض. بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم وشكر الله لكم، نسأل الله أن يرضى عنا عنكم ويجعل ذلك موازين حسناتكم. أربعة الفوائد، أربعة: الحرص على
الحرص على تقوية أواصر المحبة بين المسلمين، الحرص على تقوية أواصر المحبة بين المسلمين بحسم مادة الإفساد، بحسم مادة الإفساد. هذه الفائدة الخامسة. هكذا نكون قد فعلنا ما علينا، ونسأل الله أن يسر لنا ولكم. هتظن رعاية الدم وصفاته؟ لا لا، إذا كان في وقت الحيض فهو حيض، ما يرخيه الرحم فهو حيض. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم وشكر الله لكم ونفع الله بكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نلتقي إن شاء الله في الإبانة وأيضا صحيح البخاري. السلام عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.